كتابنا اليوم في التراث، التراث الذي يعد جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحافظ عليه المواطن محافظة كاملة. كتابنا اليوم زايد والتراث، التأليف الدكتور سيد حامد حريز، والكتاب من إصدار الأرشيف الوطني. يطوف المؤلف في بساتين كثيرة من التراث، مستعرضاً شواهد تراثية كثيرة، منها الشعر النبطي، المسابقات والجوائز الرياضية، سباقات الفجن والخيول العربية وغيرها من تلك الرياضات والمواد التراثية، ليؤكد حرص سموه وكيف كان متابعته لهذه المناشط التراثية. فكان هو الحاضر، وكان هو المشاهد، وكان هو المشجع، ليثبت أن التراث جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة. من خلال الكتاب نستطيع أن نصل إلى المقولة الخالدة والتاريخية التي قالها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في التراث والموروث الشعبي في دولة الإمارات، وأن علينا أن نأخذ بهذا التراث. كلمته هي: من ليس له ماض ليس له حاضر. أنصح بقراءة هذا الكتاب، فهو تطواف جميل ومختصر في التراث والموروث الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان تجاه الحفاظ على هذا التراث.